السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاية لكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة بإذن الله ده معجزة، معجزة التخسيس. يعني ايه؟ جايبه لكم النهاردة حاجة يمكن كلكم هتستغربوا عليها، بقربها لكم اهي عشان تشوفوها كويس. ده يا جماعة اسمها نجمة الارض او نجمة ينسون، تمام؟ هي طعمها زي طعم اليانسون بالظبط، ولو انت شميت الريحة بتاعتها نفس ريحة اليانسون بالظبط. بتيجي منين؟ بتيجي من عند العطار. النهارده باذن الله هنستخدم الوصفه ديت بدون رجيم، بدون اي حاجه، يعني مفيش داعي ان انت تعذبي نفسك. وفي نفس الوقت باذن الله لو انت خدت كوبايه من ديت ان شاء الله دي هتذوب كل الدهون المتراكمه في البطن، في الكرش، في الارداف، الحاجات دي كلها ان شاء الله هتنسف معاكي كل الدهون دي. بمعنى اصح ان هي هتنزل معاكي الدهون في اقل وقت، يعني اقدر اقول لك كده خلال بس اسبوع واحد هتلاحظ الفرق، تنزل معاك كميه دهون محترمه جدا. خلاف كده كمان يا جماعه الناس اللي هي عندها دايما الميه المحبوسه في الجسم، ده بتنزل الميه اللي في الجسم، يعني الميه اللي هي بتزود الجسم بتاعنا وبتخلي الوزن بتاعنا مليان شويه، ده بتنزل كل الكلام ده. تعالوا بقى كده يا جماعه نتعرف على الوصفه بتاعتنا ونشوف احنا عملناها ازاي. خلي بالكم يا جماعه المفاجاه اللي في الوصفه ديت او الميزه الحلوه اللي فيها ان انت تقدري تاخديها من غير دايت ولا من غير جيم. يعني انت مثلا ممكن لو انت خدتي 3 كوبايات في اليوم ده كفيلين لوحدهم ان هما يسدوا معاك الشهيه، ينزلوا معاك الوزن بطريقه ملحوظه جدا. طيب تعالوا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نضغط لايك للفيديو ونشيره. عايزه لايكات يا جماعه كتير للفيديو، وصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات. كمان عايزاكم تشيروا الفيديو دوت مع حبايبكم واصدقائكم علشان ناس كتير تستفيد من الفيديو بتاعنا دوت النهارده، تمام؟ يلا بينا كده نشوف الوصفه بتاعتنا هنعملها ازاي. هنعملها بطريقه مبسطه وكويسه جدا. على فكره يا جماعه انا قلت لكم النجمه ديت او نجمة اليانسون ديت ده بتيجي من عند العطار، هيديك كمية كويسة جدا. الكمية ديت ممكن تقعد معاكي حوالي شهر بالكتير، ده هيبقى حلو قوي، تمام؟ تعالوا كده نحضر كده الوصفة بتاعتنا. ده يا جماعة زي ما انتم شايفين كده انا محتاجة النهاردة ان انا اعمل 3 كوبايات، تمام؟ فانا محتاجة 3 نجمات زي ما انتم شايفين كده، دول معايا هما 3 نجمات. انا هكسرهم يا اما تحطهم بحالهم يا اما تكسرهم، فانا هكسرهم علشان يبقى زيه زي اليانسون كده بالظبط، يبقى سهل معايا. ده كده يا جماعه بعد ما كسرته بالشكل ده كده اهو علشان يبقى سهل معايا، يبقى سهل معايا يغلي كده، يعني تحس ان هو عايز زي اليانسون كده وهو بيغلي معاك، تمام؟ ده يا جماعه اللي انا عملتهم دولت على قد 3 كوبايات، وانا قلت لكم كل كوبايه لها نجمه واحده. لو انت عايزه تعملي يعني تعملي مكون يكفيك يومين ولا حاجه ممكن ان انت تزودي الكميه، بس احنا دلوقتي يعني ايه بنقول المقادير، تمام؟ كل كوبايه لها نجمه واحده. حابه انت واحنا ان شاء الله هنستخدم 3 كوبايات في اليوم، حابه ان انت تعملي مقدار يومين اتنين ماشي مفيش مشكله، ممكن تعملي 6 كوبايات ب6 نجوم، تمام؟ فتعالوا بقى نشوف المكون الثاني اللي احنا هنحطه. ده يا جماعه المكون الثاني اللي انتوا شايفينه ده، تمام؟ ده قرفه او درسين، يعني عشان في ناس كتير في دول ثانيه بتقول عليها الدرسين، احنا في مصر بنقول عليها القرفه، تمام؟ ده طبعا قرفه خشب، لو انت عندك النعمه ما تحطهاش والميه بتغلي، تحطيها بعد ما تغلي خالص وتشيلها من على البوتاجاز، تمام؟ انما لو انت عندك الخشب اللي زي دي كده كفايه واحده قوي على 3 كوبايات وهنحطها تغلي بالشكل ده كده، تمام كده؟ ده كده مكونين اتنين. انا بقى معايا 3 مكون بس مش هحطه دلوقتي والميه بتغلي، هحطه بعد الميه ما بتغلي وهقول لكم هو ايه. تعالوا بقى كده علشان تغلي معايا بسرعه هنحط ميه مغليه من الكتل كده اهو مقدار 3 كوبايات. ده كده حلو قوي 3 كوبايات، وعلى فكره يا جماعه طعمه جميل جدا، يعني عن تجربه طعمه يعني حلو قوي، ما حدش استغرب ويقول ايه الحاجات ديت، لا هو طعمه زي طعم اليانسون بالظبط. ده كده خلاص هنغطي عليها كويس جدا وهنحطها على النار تغلي حوالي 5 دقايق، يعني زي اليانسون كده بالظبط، تمام؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ لو انت حابه تحليها بالعسل مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص، سكر عادي لا ممنوع. يلا نحطها كده على النار ونرجع لكم تاني. ده كده يا جماعه بعد ما اتغلت زي ما انتم شايفين اهوت انا مغطيه عليها، لو انت لاحظتوا مغطيه عليها عشان طبعا لسه فيها بخار اهو، البخار دوت انا مش عايزاه ان هو يطير، عايزه استفاد منه علشان الوصفه تجيب معايا نتيجه كويسه. هنعمل ايه؟ هسيبها كده حوالي ساعه نص ساعه لغايه ما تبرد خالص معايا، بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. ده كده يا جماعه المفروض يعدي ساعه على الوصفة علشان تبقى باردة كده معايا والبخار ما عادش يبقى فيه بخار خالص، بس انا بس هصفيها بس معاكم
علشان ايه الفيديو كده. بس انتوا طبعا عرفتوا بقى الطريقه اهو. تمام ده كده خلاص صفناها خالص اهيت، وده عدو القرفه ما قلناش محتاجين. تمام كده ده كده يا جماعه انا صفات الوصفه. انا عندي المكون الثالث ان شاء الله انا هحطه، بس المفروض ما تحطوش الا ما يبرد معايا خالص. تمام انا يا جماعه بعمل معاكم الوصفه عشان اقفل الفيديو، بس احنا المفروض بنقفل خالص بنغطي خالص عشان البخار دوت انا مش عايزاه يطير، عايز استفاد منه، فانا هسيبه لغايه ما يبرد خالص. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنحط المكون الثالث اللي انتوا شايفينه معايا دوت اللي هو الليمون. انا معايا ليمونتين اتنين اهوت اهو ده كده. المفروض احط يعني ايه احط ليمونه ونص، لان المفروض كل كوبايه انا بعمل عليها نص ليمونه. فتعالوا بقى انا مش هحطه، يعني المفروض كنت انا اغليه ولا حاجه، بس لا مش يعني ما بفضلش ان انا اغليه اهو ده كده معايا اهوت ده كده 3 انصاص هنحطهم على الثلاث كوبايات. بس يا جماعه في ملحوظه مهمه كلنا لازم نعرفها، هي ايه؟ ان احنا المفروض الوصفه زي ديت ما نحطهاش في ازازه يكون بلاستيك او في وعاء يكون بلاستيك، لا لازم تكون ازاز زي ما انتم شايفين كده. لو انت عندك ازازه ازاز وعملت كميه كبيره ولا حاجه، يعني انت عملت كميه قد مرتين ولا حاجه، لازم تكون ازازه تكون ازاز والغطا بتاعها يكون محكم كويس، علشان لو صفطيها وحطيتها في الازازه تسيبها لما تبرد خالص وبعد كده بنحطها في التلاجة. تمام دلوقتي انا هعصر الليمون بقى اهو. طبعا قلنا لما الوصفه تبرد يعني تبرد كده معايا بعصر الليمون 3 انصاص ليمون، عشان كل كوبايه المفروض ان هي لها نص ليمون اهو بالشكل ده كده. ودي احسن وصفه ممكن ان انت تعمليها وتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا. هقول لكم برده يا جماعه نجمه الارض دي بتعمل ايه والوصفه دي بتعمل ايه. ده كده بنقلبها اهيت ده كده جهزت معايا بالشكل ده كده. حابه ان انت تحط عسل حطي لكل كوبايه نص معلقه علشان يبقى طعمها حلو معاكي وتشربها تبقى كويسه، عشان الناس اللي هي ما بتحبش المراره وما بتحبش ان هي تشرب اي حاجه مره ممكن ان انت تحط عسل. تمام كل كوبايه بتحط لها بس نص معلقه. تعالوا بقى يا جماعه اقول لكم الوصفه دي بتعمل ايه. طبعا انتوا عايزين تعرفوا بتتاخد قبل ولا بعد، كل ده هنقول لكم وكل ده ان شاء الله هنتكلم فيه. بس حابه اقول لك فوائد الوصفه دي ايه. دي اول حاجه ان هي بتنقي الجسم من السموم، يعني بتخلي الجسم بتاعنا خالي من السموم نهائي خالص، بتزود معدل حرق معاكي. تمام بتنزل الدهون بطريقه فظيعه جدا. يعني انا بقول لك في اول الفيديو خالص ان انت الوصفه دي ممكن ان انت ما تعمليش معاها دايت اي نظام دايت خالص، هي الوحيده هتنزل معاكي الوزن. بعد كده بتعمل ايه؟ بتنزل الميه الزايده الموجوده في الجسم. يعني احنا بنحس ان احنا جسمنا تقيل ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، يمكن الميه الزايده اللي في ناس بتبقى عندها ميه زايده ده بتنزل كل الميه الزايده الموجوده في الجسم. تمام كده يا جماعه ده باخدها 3 مرات في اليوم قبل كل وجبه بنص ساعه، بناخد كوبايه زي ديت. يعني على الفطار على الريق بناخد كوبايه، يعني قبل ما بنفطر بناخد كوبايه قبل الفطار بنص ساعه، قبل الغدا برده قبل الغدا بنص ساعة بناخد كوباية، قبل وجبة العشاء برضو بنص ساعة بناخد كوباية. ده بقى بتحسسك بالشبع، ما بتخليكيش ان انت جعانة، الحاجات دي كلها هتنزل كل الدهون اللي في جسمك. وافضل حاجة ان انت تاخدها دافية الكوباية دي، يعني لا تكون سخنة قوي ولا تكون برد قوي. تمام ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تشيروا الفيديو وعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.